ما تعرفنا على بطل كأس آسيا تحت 23 سنة، هلأ رح نشوف ثنائية بين مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل وهداف البطولة علي جاسم. حكوا لنا كيف قدر العراق يوصل للأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه عن الطموح بهذه المشاركة في أولمبياد باريس. نحن أوفدنا سعيد جودة للدوحة، وكمان بنشكر المنظمين حقيقة على جهودهم على متابعتهم، وبنشكر زميلنا و المحلل السابق في صدى الملاعب عيسى، وين عيسى؟ علي الزين، بدنا نقول عيسى الجوكر، هم اثنيناتهم نفس الوزن. anyway علي الزين تحياتنا لك ولكل المنظمين. كابتن وعدت وفيت، مبروك العراق في باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مو انا وعدت وحدي حتى اكون يعني دقيق بالتقييم، هو هي مجموعة عوامل ساعدت المنتخب، واللاعبين هم من طول الموعد حقيقة، وكانوا قد المسؤولية وقد يعني كانت صراحة تفجرت طاقاتهم بعد التلكؤ بالبداية. الحمد لله والشكر للفريق عاد، وأنا أعتقد الهدف المنشود هو التحقق، هو قطف بطاقة للأولمبياد. أنا مبروك الجمهور العراقي مساند الدائم الأول إحنا كلاعبين والكادر التدريبي، أكيد فرحة ما تنوصف. اللاعبين والكادر التدريبي والاتحاد العراقي دخلوا التاريخ، يعني من صعب يعني على هاي الفرق الجاي تطور، خاصة قلت لك كوريا الجنوبية، استراليا، سعودية، هواي فرق من أفضل الفرق بالبطولة ما متواجدين هسه يمكن بأولمبياد باريس، صح لو لا؟ فأنا أشكر اللاعبين والكادر التدريبي، كانوا على موعد وكانوا على قد المسؤولية، والحمد لله قدرنا نفرح جمهورنا العراقي. أصعب لحظة مرت على راضي شنيشل بالمباراة؟ الاخر تقريبا ربع ساعه الشوط الاضافي الثاني، نتيجه للمجهود الكثير اللي بذل، وتعرف انت نتيجه 1-0 يعني فرق واحد هي نتيجه غير مطمئنه، بس الحمد لله الله سبحانه وتعالى كمل فضل علينا الحمد لله والشكر. اكيد هي اذا تحسب عجزات يمكن انا لا سامح الله يمكن لو مضيع واحده تصير المباراه براسي، فانا اتحمل المسؤوليه، يعني كلاعب لازم اكون على قدر المسؤوليه وساند لاعبيني بكل مباراه وساعد وافرح جمهورنا العراقي واخدم بلدي بكل لحظه. يمكن انا هاي وحده من الاسباب، لو مضيعها يمكن انا سبب ما وصلنا لهاي المرحله، فالحمد لله. يعني شلون اقول لك، مع منتخب شباب العراق ضد المنتخب الايراني هم دقيقه 90 سجلت تهنا الكاس العالم، واليوم نفس الصدفه سبحان الله. أنا يعني أشكر رب العالمين على هاي النعمة اللي معطيني إياها. اليوم ضد المنتخب الأندونيسي بوقت الإضافة سجلت وانتهينا الأولمبياد، وإن شاء الله بقى حلم واحد. شو هو؟ انتهى مع المنتخب الوطني الكأس العالم. أنت لمين تهدي هذا ال؟ والله أنا أهدي طبعاً للشعب العراقي، للجمهور العراقي، وبالأخص أنا أهدي هذا للاعبين. اللاعبين أنا وجهة نظري هم أصحاب الإنجاز، هم الأدوات اللي حققت هذا الإنجاز. علي، لما خلصت المباراة والعراق تأهل وصار في أولمبياد باريس، مين اول من اتصل بيك؟ انت اتصلت بمين؟ ما موبايل تمام لازم، فاني ذكرت يعني انا قلت لك ذكرت والدي، يعني اتخيل بس والدي يعني من ورا هاي المباراه وغير مباراه نفوز، تخيل والدي لو متواجد بس هيك يعني، واتخيل هو قاعد على المدرج شيء يعني ساند لي وداعم لي، والله يرحمه يعني هو اكيد هو حاليا يفتخر بي وان شاء الله مثواب الجنه يا رب. طبعا الاولمبياد مختلفه جدا، مستويات عاليه يحتاج لها يعني اعاده تنظيم للاعبين، راحه طبعا يحتاج الى وضع برنامج مباراه على مستوى الحدث. الان يعني صراحه لا يمكن بسابق اوان نتكلم به، يجب ان شوي تبتعد وبعدين تفتح ملف الاولمبياد. الان هاي كاميرا كاميرتك، ولمن تريد تبعث رساله بعد هذا التاهل، لمن تهدي هذا الفوز؟ أنا داير رسالة لوالدتي وإخواني، أكيد يعني هسه كلش فرحانين بي ويفتخرون بي. أنا صراحة يعني نسيت الله شاهد علي، تكلمت مع أخوي عباد كبير يعني قال أنا فرحان والحمد لله، قلت له بنرجع الفندق أنا خابره، فأتمنى يكون اليوم يوم سعيد عليهم، وأكيد الفرحة ما تنوصف الوصف، وإن شاء الله يعني دوم أخدم بلدي وأخلي أهلي يفتخرون بي. من جديد مبروك للعراق، مبروك لراضي شنيشل، مبروك لفريق المنتخب بشكل عام، لعلي جاسم حياة.